عمر حاج احمد اتكلم عليك كتير. اهلا وسهلا. ان انت اللي ورثت الصنم. ربنا يخليك يا فندم. بس يا عم احمد انت والدك نوال برضو؟ لا كان معاه جمل. كان جمال. نعم كان جمال. يعني انت اللي ابتدعت في عيلتك اللي ابتديت الصنعه؟ انا واخوي كان طبعا النوال حوالينا كثيره وكان صنعه يعني في البلد الناس كلها بتشتغلي فروحنا عندهم وعلموني. علمت. ايه يعني الصنعه دي اصلا ما تدهسش من اي حد. تعلمت من نوال تاني كبير. ايه اي حد يطلب يتعلم بيعلمه. ما تبخلش عليه. لا 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 انا ولا اللي جنبي بيبخلوا عليه عشان ابخل على حد يعني. صح. إيه؟ ولاد الكار ما يبخلوش على بعض. ايه لازم اي حد عايز يتعلم لانه امانه حتى. احنا بنشجع اللي عايز يتعلم وبنرحب بيه يعني وبنعلمه. عمر انت ليه اتعلمت؟ إيه؟ يعني في على جيلك كانت الصنعه مش مربحه قوي زي ما كانت موضه في السبعينات. ايه اللي خلاك ايه اللي اداك الشجاعه ان انت تتعلم وتبقى دي مهنتك؟ انا مبدئيا يعني انا حبيت الابداع اللي فيها. حبيت ادور منها. شفت بره لا شغل في المصانع غير كده خالص. انا حبيت اطوره. اشتغل كده يا عمر وانت بتتكلم اشوف اللون حبيت اطوره على اليدوي على الشغل اليدوي وحبيت اطلع شغل المصانع. ازاي؟ فهمني الجزئيه دي. يعني كتصميمات مثلا كرسومات بس تغير في الرسمه تغير في الالوان بالظبط. غيرنا خامات برضو. كان الاول خامات ايه ودلوقتي خامات ايه؟ قديما كان شغل الحرير بس. كان الخامه كانوا شغالين حرير بس. يعني الكتان ما كانش موجود؟ لا ده الكتان ده كان ايام الفراعنه. ايوه ايام الفراعنه كان كتان هو كتان فقط. لا احنا هنا في السبعينات والثمانينات هنا في بلدنا كان كله شغل حرير. ليه؟ عشان كان بيصدر للسودان. كان الفركه السوداني كانت عباره عن حرير. لا بعديها حبينا نغير عشان خاطر. طب والفركه الثانيه السوداء يعني. اللي فيها خط بنفسجي دي قديمه بتاع اسنا او منين الاسناوي. الاسناوي نعم. لا دي موجوده معنا لحد دلوقتي. تعملوها لحد دلوقتي بنشتغلها. لحد دلوقتي بيشتغل. طب تفتكر ليه السوق مش مربح زي زمان؟ دلوقتي هو لا مش حكايه مش مربح. لا بالعكس ممكن يكون احسن من زمان كمان. طب حلو. الحمد لله يعني احسن من زمان. ولكن ايه المشكله في التسويق مش اكتر يعني. في التسويق لكن المنتج جميل. اللي يشوفه هيحبه. المنتج جميل واللي يعرف قصته يعني لا بيحبه. انتوا طورتوا ايه في النول ده يعني؟ او عم احمد عملتوا فيه اتعلمتوا فيه ايه؟ النول ده بدل ما هو كان حفره يعني فرعوني زي النول اللي هناك اللي هو الانسان اللي نوال لازم يبقى تحت. بالظبط. وعلى الارض. ده عالي. ده على العالي. ده عالي. احنا حاولنا يعني اشترينا خشب وشفنا ناس عاملاه قبلينا يعني. كان في ناس عملوا. بس احنا عملناه بطريقه تختلف عن اللي عاملاه بيه الناس. عملتوا ايه؟ اشترينا الخشب ودينا الورشي وجينا هنا صنعناه بالطريقه دي. لميتوه ده كله يا عمر؟ احنا اللي عاملين ده كله بايدينا على فكره مش نجار ولا حاجه. لا عمر انت علمت حد من عيالك؟ لا عيالي لسه صغيرين. بس معايا ابن اختي لا بيجي ويتعلم معايا محمد. عايز تعلمه؟ اكيد طبعا اكيد لان المهنه حاليا في البلد لا ما فيش حد من الشباب الصغير خالص يعني مقبل ليها. ليه؟ والله كذا سبب يعني. اولا مثلا محتاجه صبر في الشغل محتاجه طولة بال يعني مش شغل سلق بيض زي ما بيقولوا يعني. لا محتاجه صبر وعشان خاطر الواحد يقدر يطلع الانتاج بتاعه. عايز الواحد يبقى تقن. بالظبط. انت شايف ان في مشكله في الاتقان؟ انا عندي احساس ان في مشكله في الزبون والصنايعي. الصنايعي مش عايز يتقن والزبون مش فاهم قيمه الحاجه. طبعا. فازاي نربي صنايعي تقن كفايه وياخد فلوس كفايه تخليه تقن وربي زبون يفهم ان دي حاجه مش زي الهرد اللي بنشتريه من كل حته. طيب حضرتك بالنسبه للاتقان انا لو حبيت حاجه مش يعني هطلع احلى ما فيها يعني. لا انا حبيت الشغلانه دي فعشان كده لا انا ببدع فيها فعلا يعني. اي رسومات حاليا انا بطلعها عليها. والدتك مثلا كانت بتساعد والدك في شغله ولسه؟ طبعا. انتوا مراتكم موظفات ما بتساعدش؟ للاسف. ما بيحبوش الصنعه. للاسف لحد ما هي دي حاجه بتاعت ربنا. يا تحبها طبعا ما تحبها. طبعا اكيد. تفتكر في شغف كده ان انت تشوف ابنك او اخوك او صغير امتداد ليك بيكمل نفس الحاجه؟ طبعا طبعا. انا لحد دلوقتي انا معايا اكبر ابن حاليا في اولى ابتدائي. لا بيجي معايا وفاهم انا بعمل ايه يعني. لا لما بشرح له انا حاسس انه فاهم فعلا انا بعمل ايه يعني. بيسالني على حاجه ايه ده ايه ده طب ده بتعمل ايه.
فلا هو حبيبها، هو لحد دلوقتي حبيبها. عم احمد. نعم. انتوا عندكم كم صنايعي في الورشه؟ في الورشه هنا في حوالي 60. ستة غيرنا احنا. مين اقدم؟ اقدمهم اكبر واحد الحاج ابو صابر. وعم ابو صابر اكبر منك في السن؟ اكبر مني في السن. عنده كم سنه؟ ابو صابر يمكن عنده حاجه وداخل على 8. ما شاء الله ربنا يطول طول عمري يا رب. وبيشتغل وعامل جيد الراجل، ويعني وربنا يساعده. ومين تاني عنده؟ في بعديه سعيد، الحاج سعيد. كبير برضو؟ ايه كبير، يعني هو اكبر مني بسنتين. سعيد. هل كل الصناعية ما غير عمر في السن ده ولا في شباب؟ لا، هو اصغر واحد معانا عمر. عمر اصغر واحد. ايه اصغر عمر. والبنت اللي بتدربوها؟ والبنات اللي بدربهم اللي هم 18 واحده، ودول امانه في رقبتي لازم اعلمهم. انا مبسوطه قوي ان انت مهتم بموضوع البنات ده. هم عايزين يتعلموا، كل واحده ليها مشكله شكل. عمر البنات بتحب الصنعه اليدوي ليه؟ عليها طقطان اكتر عليها؟ لا ولا عندهم صبر؟ لان الصناعات اللي اصلا رجالي زي مثلا الخياميه دلوقتي بيدربوا بنات، بيقولوا ان البنات تقنع وعندها صبر على الصبر. عندهم صبر وبيشتغلوا، ولو في يوم من الايام احتاجت تشتغل تشتغل. تبقى عندها ربنا كرمها براجل قال ما تشتغليش وحيكفيها وبتاع، ما فيش مشكله، بس بيجي الصنعي في يدي سلاح معاه طبعا، او مشاركه يعني زي ما قلت، يعني زي الشهاده معاه. صح، شهاده مدرسيه، والصنعه والشهاده لا تباع ولا تتاجر ولا تترهن. وانت حاسس انها امانه؟ انت قلت بالزبط. قبل كده انا حاسس ان دي امانه. انا طالب واحد عنده اقبال انه يتعلم، امانه في عمقي لازم اعلمه. احنا بنتشكر قوي ان انت يعني ضيفتونا الوقت القليل ده. احنا متشكرين اكتر والله، وشرفتونا والله، وزارتكم اسعدتني. احنا انبسطنا معاكم قوي قوي قوي. ومرحب بيكم، يعني ده انتوا نورتونا ونورتوا البلد كلها. وانبسطت قوي بعمر، عشان حسيت ان في استمراريه كده في الصنعه. ربنا يبارك فيك والله. بص، احنا متعودين يا عم احمد ان احنا واحنا ماشيين بنسيب صوره بيعملها فنان صاحبنا معانا عشان تفتكرنا بيها. هو رسمك بورتريه هنديه. تمام والله. ميرسي يا عبد الله. ربنا يبارك فيك. اهو عبد الله اللي عامل لك. شكرا الله. شكرا. لا جميلة، جميلة جدا. حاجة حلوة. هتعلقها فين يا عم؟ في أوضة الجلوس. أوضة القعدة. حلوة قوي عشان تفتكرنا. تسلمين والله. تفتكرنا بيه. تمام والله. الناس خيوط والزمن عمال بيمسكنا والدنيا بترصنا زي الفرك على النور. من حكمته في الخلق لبعض يحوجنا عشان نكمل بعض ونشوف في بعض حلول. كل البشر زي القماش ألوان، واللي صبر حتما لابد بينه.